السلام عليكم وعليكم السلام، أحييكم تحيوني هذه تحية الإسلام. السلام عليكم وعليكم السلام، أحييكم تحيوني هذه تحية الإسلام. هكذا علمنا الهادي نفشي بيننا السلام، السلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم وعليكم السلام، أحييكم تحيوني هذه تحية الإسلام. خيركم عند اللقاء من يبدأ بالسلام، السلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم وعليكم السلام، أحييكم تحيوني هذه تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طالباتي الأعزاء، طالبات الصف الخامس، ودرس جديد من دروس التعلم عن بعد لمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات مدرسة المجتمع الابتدائية الخاصة للبنات. رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. رسالة المدرسة: تهيئة بيئة تربوية وتعليمية للوصول للريادة والإبداع عبر التعلم والقيم، استخدام التكنولوجيا الحديثة وبشكل مناسب وفعال، تنمية الطالبات علميا بدنيا وجدانيا وتربويا. الانتماء إلى الوطن، علينا تعزيز الهوية الوطنية بالانتماء إلى الوطن والتمسك بقيمه وأخلاقه وثقافاته والدفاع عنه. القيمة الشهرية: التميز. عليك دائما طالبتي الحبيبة أن تكوني متميزة في العمل وفي العلم وفي كل شيء. القيمة الأسبوعية: احترام الكبير. من مكارم الأخلاق احترام الكبير والتوسع له في المجالس. الوحدة الثانية: جمع وتنظيم البيانات. الدرس الرابع: الفرز والتصفية، الجزء الثاني. أهداف الدرس: في نهاية الدرس يجب أن تكون الطالبة قادرة على أن تقوم بتصفية البيانات. مصطلحات الدرس: تصفية فلتر، فرز سورت، ترتيب أبجدي ألفابيتيكال أوردر. تصفية البيانات: عند تصفية البيانات فإننا نقوم باختيار مجموعة محددة من البيانات دون البيانات الأخرى، ونستخدم هنا أمر التصفية فلتر، وسنقوم بتطبيق هذه الخطوات. هيا بنا نرى كيف يتم أمر التصفية. سنقوم الآن باستخدام أمر التصفية فلتر للتطبيق على هذا المثال. أيضا نقوم باختيار بعض الأجهزة أو بفلترة أو تصفية بعض الأجهزة من باقي الأجهزة. مثلا نريد عرض الطابعة والشاشة والميكروفون. أولا نقوم بالضغط على السهم بجوار عمود الجهاز، ثم من هنا سأقوم بإلغاء علامة الصح على الأجهزة التي لا أريد عرضها. الميكروفون، لوحة المفاتيح، مكبر الصوت، أنا فقط أريد عرض الشاشة والطابعة والفأرة.
ثم نضغط أوكي. نرى أنه تم عرض فقط الأشياء التي تم اختيارها. الأشياء الأخرى هل تم حذفها؟ لا، لم يتم حذفها، هي موجودة ويمكننا عرضها مرة أخرى بهذا الشكل. إذا أردنا عرض كل الأجهزة نضغط Select All ثم نضغط OK. إذا أردنا مثلا تغيير، أريد طباعة الأجهزة الثلاثة الأخرى دون الثلاثة الأولى، نقوم بالضغط على OK وهذا بهذا الشكل. نلاحظ أيضا ظهور هذه العلامة عند عمل الفلتر أو التصفية، تشبه علامة الكأس. أما لإزالة معامل التصفية الذي تم تطبيقه على الجدول، سنقوم بتطبيق هذه الخطوات. لإزالة معامل التصفية نقوم بالضغط على السهم ثم نختار Clear Filter from الجهاز. Clear Filter يعني حذف التصفية. تم استرجاع المعلومات جميعها مرة أخرى وتمت إزالة علامة التصفية. الآن سوف نقوم بحل هذا المثال للدرس السابق صفحة 111. أولاً سنقوم بإنشاء الجدول المقابل، والجدول يحتوي على ثلاث أعمدة: الاسم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وسنقوم بتطبيق هذه الخطوات. أولاً هذا هو الجدول الذي يحتوي على ثلاثة أعمدة وهي الاسم وعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف. أكمل الجدول بالبيانات من عندك. سأختار ثلاث أسماء، مثلا أصدقاء، مثلا سعاد، منى، نورة، وأكتب عنوان البريد الإلكتروني. وهنا أيضا إذا أردنا تكبير هذا العمود ليظهر عنوان البريد الإلكتروني بالكامل، نضغط هنا حتى تظهر علامة البث، ونقوم بسحب الشريط بهذا الشكل. ورقم الهاتف مثلا نكتب أي أرقام. السؤال الثالث: أضف عمودين جديدين باسم العمر والهوايات. سنقوم بإضافة عمودين جديدين. أولاً أكتب العمود الأول باسم العمر والعمود الآخر باسم الهوايات. قم بتنسيق الجدول وطبق عليه نمطاً من اختيارك. إذا أردنا تنسيق الجدول، نحدد الجدول بهذا الشكل ونقوم بالضغط على Format as Table وأختار الفورمات المناسب مثلا، ثم نضغط OK. قمنا بتطبيق الفورمات بهذا الشكل. وأخيراً احفظ عملك على الحاسوب باسم فريندز. سأقوم بالضغط على فايل ثم Save As
وأظب مثلا على سطح المكتب باسم friends، ونقوم بالضغط على save. انتهينا من هذا التطبيق. سنقوم بتنفيذ هذا التطبيق استكمالا للتطبيق السابق صفحة 118. أولا يطلب في هذا التطبيق فتح جدول البيانات الذي أنشأته باسم Friends. هذا هو جدول البيانات. أضف بيانات صديق آخر، سنقوم بإضافة صديق آخر مثلا سلمى. وأكتب عنوان البريد الإلكتروني. ورقم الهاتف. اعرض البيانات بترتيب أبجدي في عمود الأسماء. سنقوم بالضغط على السهم لعرض الترتيب الأبجدي. إذن سنقوم بعمل sort. نضغط ثم نختار sort A to Z أو Z to A. نختار مثلا من A to Z أو بالعربية من الألف إلى الياء. أولا السين، حرف السين، وبعد السين عين، أولا العين وبعدين اللام. إذا سعاد ثم سلمى، حرف السين أولا، ثم منى ونورة لأن هذه الأحرف بعد حرف السين. أطبع نسختين من جدول البيانات بحيث يكون اتجاه الطباعة أفقيا. هذا الجزء غير موجود معنا بالدرس. وبهذا أنهينا أيضا حل هذا التطبيق. انتهى درسنا اليوم. إن شاء الله أراكم بدرس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.